مشاهدينا اهلا بكم لقاء جديد يتجدد في مؤشر النيل نتعرف من خلاله بالارقام والتحليل على اهم المؤشرات في البورصه المصريه واهم اداء اسواق المال في البورصه المصريه تراجعت المؤشرات بصوره جمعيه لدى اغلاق تعاملات الخميس اخر تداولات الاسبوع حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30 بنسبه 0.4% يبلغ مستوى 12000 و12 و31 من المئة نقطة انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.18% ليبلغ مستوى 2234 و21 من المئة نقطة شملت موجة التراجعات مؤشر إي جي إكس 100 لوسع نطاقا بنحو 1.14% ليبلغ مستوى 3277 و42 من المئة نقطة على صعيد القطاعات النشطه في السوق جاء قطاع البنوك في مقدمه القطاعات الاكثر نشاطا في السوق بنسبه 22.33% وجاء في المرتبه الثانيه قطاع العقارات المصرفيه بنسبه 14.39% أما قطاع الأغذية ومشروبات وتبغ فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 12 و94% هذا واغلق راس المال السوقي لاسهم الشركات المقعده بالبورصه عند مستوى 768.3 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت مليارين عشرة بالمئة للمزيد من التحليل والتوضيح لوضعية اسواق المال والبورصة المصرية اليوم معنا على الهواء ضيفنا الكريم الاستاذ محمد عبد الهادي خبير اسواق المال. اهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ مجد. اهلا وسهلا بحضرتك سر التراجعات النهارده. طيب هو مبدئيا بس هو التراجعات بان احنا فتره يعني خلال هذا الاسبوع هو يعتبر كده اكتسى اللون الاحمر على كافه مؤشرات البورصه المصريه الا القليل يعني وخاصه في جلسه النهارده ومع شيء مبشر ان احجام التداول كانت منخفضه يعني احنا بدانا في يوم الحد كانت قيمه التداول 484 مليون النهارده احنا بنتكلم في 814 مليون 2 مليار مع السندات بس اسهم 814 لو بصينا احجام التداول النهارده هتلاقي ان هي او خلال هذا الاسبوع منخفضه واحنا كنا ماشيين مع البورصات العالميه خاصه بعد قرار رئيس الاتحاد الفدرالي يوم الاربع او جلسه يوم الخميس كان بيشير ان ان هو هي هيقرب موعد رفع اسعار الفايده بسبب ارتفاع التضخم وده اللي كان ماثر على البورصات العالميه كلها وعلى البورصات العربيه بالمناسبه. م. ولكن احنا بال يعني البورصه المصريه بتاتي خلال هذا الاسبوع على غير المتوقع ولكن ليه على غير المتوقع؟ على غير المتوقع ليه؟ لان م. احنا كنا اعلنوا رئيس الهيئه العامه لسوق المال ان هو هيتم قيد ثلاث شركات في السوق المصري شركة ماكرو، شركة نهر الخير، شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وكان في تفاؤل وتصريحات بخصوص عملية الطروحات وهيتم طرح خمس أو ست شركات في خلال عام 2022، بالإضافة إلى موجة التضخم العالمية وارتفاع كافة المؤشرات العالمية من وجهة نظري كانت أنا شايف إن هو المفروض يحدث فيها جني أرباح والسيولة تتوجه إلى الأسواق الناشئة ومنها بورصة مصر. فاحنا كنا داخلين على 2022 في حاله من حالات التفاؤل الكبيره جدا وما زالت حاله التفاؤل ولكن السوق المصري في خلال هذا الاسبوع عمل حركه هي نفس الحركه اللي كان بيعملها قبل كده ودي هي دي اللي قلقانه اللي هو ايه اللي ارتفاع سهم واحد بس هو صاحب الوزن النسبي الاكبر في المؤشر هو البنك التجاري ده كتير احنا بقالنا فتره ما بنقولش الموضوع ده رجعنا تاني نقول ان المؤشر ال 30 بدأ يرتفع ارتفاع قوي جدا، يعني النهارده حضرتك نزل تحت ال 12000، امبارح كان فوق ال 12000 او النهارده 12000 و12، امبارح كان فوق ال 12000 ب 79 حاجه زي كده يعني فوق ال 12000 ولكن ده ارتفاع وهمي. ارتفاع وهمي ليه لان بيصاحبه ارتفاع البنك التجاري صاحب الوزن النسبي الاكبر في المؤشر رجعنا دلوقتي نقول ان بقى السهم هو القائد هو اللي بيحرك السوق وارتفعت المؤشرات المصريه ولكن هي ضمنها هي منخفضه لأن وزن نسبي لسهم واحد هو اللي ادى لارتفاع المؤشر ولكن انا حضرتك لو بصيت للحقيقه هتلاقي ان غير لو شلنا سهم التجار الدولي من من المؤشر اي جي اكس 30 انا من وجهه نظري ان المؤشر ال 30 11600 مش هيطلع عن كده م. مؤشر الافراد النهارده بردك حصل فيه انخفاض مؤشر الافراد احنا مؤشر كان بيعول او بيساند او بيدعم السوق المصري خلال الفتره السابقه يبان جائحه كورونا كان المؤشر 800 نقطه ارتفع لارقام كبيره لغايه يوم 1/9 بالاخص ولكن بدأ في حاله من حالات النزول نتيجه لاجراءات الايقافات والغاء العمليات وحاجات زي كده دي اثرت في اسهم الافراد مع ايقاف الاكواد دي كل دي العوامل اللي اثرت في اسهم الاي جي اكس 70 ما عندناش ما عندناش مشكله ان الاي جي اكس 70 ما بس نبدا نحرك الاي جي اكس 30 بكافه شركاته مش سهم واحد هو اللي يتحرك ويعبر عن السوق المصري وهو في ضمنه ما فيش اي ارتفاع. دي مشكله طويله الامد. يعني ما زالت مستمره وعاوز انا عاوز أقول اشير لحاجه بس يا فندم ان لن تنتهي هذه المشكله الا اذا تم بالفعل طروحات قويه في سوق المصري انا هوصل لما سالت الطروحات وخلينا نربط ده في النهايه يا استاذ محمد بس عايز اسالك عن ما قاله البنك المركزي اولا البنك المركزي المصري قال ان معدل التضخم الاساسي ارتفع ديسمبر في ديسمبر ل 6% على اساس سنوي من 5.8 في نوفمبر ارتفاع معدل التضخم على الاقتصاد تاثيره ايه خصوصا ده يعني عالميا مش بس عندنا يعني طيب انا هقول لسيادتك على حاجه هو ارتفاع التضخم دوت عالميا نتيجه لاشياء عديده انا حضرتك ابانجا احد كورونا كان في ايقافات لكافه المصانع والشركات في العالم وليس في مصر م. طبقا للاجراءات الاحترازيه فبدات المصانع والشركات العالميه تبدا تحدث لها ايقافات وتسريع ماله وهكذا هم. بدات الطلبات تبدا تقل فبدا الانتاج بناء على الطلبات الايه القليله بيه. انا دلوقتي بدا عمليه الـ الـ اعطاء الجرعه الجرعات الخاصه بكورونا بدات العالم كله بدا ينفتح بدا الانتاج يرتفع بدا الطلب, الطلب يزيد زيد. الطلب زاد والعرض قليل اللي بيحصل الأسعار بترتفع، إذا يبقى احنا كده ده يحدث ده بيحدث عالميًا وكل فترة اما بيحدث فيه مشكلة أو وباء أو حرب حروب عالمية بيحدث هذا المؤشرات أو المعايير اللي هي العالمية في عملية ارتفاع الأسعار هم. نتيجة لزيادة الطلبات عليها وانخفاض المعروض فبتزيد الأسعار، إذا يبقى العالم كله داخل على موجة تضخمية وخاصة مش مش مصر بس أمريكا حضرتك معدل التضخم وصل في 200% من الناتج المحلي الأمريكي فعندها مشكلة أمريكا في خلال الفترة السابقة عشان تواجه موضوع التضخم العالمي اللي هو هيكتسح أمريكا تماما وأنا بصر على هذا الموضوع في عملية ارتفاع التضخم الكبير اللي هي أمريكا شايفاه بدأت تحاول تقليل معدلات الأسعار من ناحية خفض أسعار النفط وده بدأت فعلاً أمريكا بقى فتره كبيره جداً بدأت تستخدم من المخزون الاستراتيجي الامريكي ودي الأول مره تحدث من فتره كبيره جداً بتد... بتبدأ تضغط على أسعار النفط حتى يتم انخفاض أسعار النفط وبالتالي تقليل معدلات وأسعار السلع الخاصه بها ولكن بين قوسين تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فعلاً لما حدث أزمة كازاخستان وعملية الإضرابات اللي حدث حد. فيها مم. وكازاخستان من الدول المنتجة منتجة آه. جدا يا فندم بتنتج يوميا ما يقارب من حوالي 1.6 من عشرة مليون برميل ثروة وسط شرق آسيا الكبيرة يعني بالظبط يا فندم مشكلة تانية ليبيا عندها مجموعة من الصيانة كانت بتنتج يوميا 1.3 من عشرة مليون برميل دلوقتي بقت 729 ألف برميل عندها شوية صيانة إذا جات لها المشكلتين دولت حطت امريكا في مشكله كبيره نتجت عنها ارتفاع اسعار النفط النهارده النفط تقارب من ال 85 دولار عشان كده احنا بنقول ايه ده فعلا تاتي رياحه بما لا تشتهي السفن اسعار النفط زادت وامريكا وضعتها في خانه اليك ووضعتها في مشكله كبيره في معالجه التضخم وارتفاع الاسعار عشان كده الاحتياط الفدرالي في خلال الاسبوع السابق اعلن ان هو هيقرب موضوع ارتفاع سعار الفايده وده اللي اثر على البورصات العربيه واثرت على البورصه المصريه بالمناسبه ولكن البورصات العربيه في خلال هذا الاسبوع وخلال الجلستين السابقتين ارتفعت ارتفاعات قويه جدا الناتجه عن ايه ارتفاع اسعار النفط المرتبطه بها النهارده السعوديه بالمناسبه حققت اعلى تارجت منذ 2006 عملت 12079 والسعوديه كانت بتحتل المرتبه الثالثه من حيث ارتفاع المؤشر حققت 30% بعد ابو ظبي اللي حققت المرتبه الثانيه بعد ابو ظبي اللي حققت 68% تاتي السعوديه 30% في خلال 2021 ثم دبي 28% ثم مصر 10% ولكن اللي انا عاوز اقوله ان المفترض ان احنا يبقى في التوجه للسيوله في السوق المصري جامد جدا لازم نواكب الاسواق العالميه لازم نحاول ان احنا نجذب استثمارات خارجيه واجنبيه كبيره جدا في السوق المصري عشان نتواكب مع العالم لمواجهه التضخم طيب كان في تحذيرات للاسواق الناشئه بشكل عام انها هتواجه اضطراب كبير في بدايه هذا بدايه هذا العام بشكل كبير وانها اللي هيصمد منها هو السوق الناشئ اللي مع قواعد قويه رايك ايه في هذا الموقف ونحن من الاسواق الناشئه اللي قيل انها سوق واعده هو احنا بالفعل سوق واعده فندم لسبب واحد ان حضرتك ان اسعار الاسهم المصريه ما زلت والعالم يعلم كله يعني النهارده تم اعلان البنك البنك الدولي اعلن النهارده ان معدلات النمو الاقتصادي المصري في خلال اخر 2022 -20 هتبلغ 5.5% دي معدلات ثم ترتفع ل 5.7% ده احتمال ثم ترتفع وهي فعلا ان هي ترتفع في الاحتمالات ديت لغايه 6% اذا معدل النمو الاقتصاد المصري في ارتفاع وده بحكم المؤشرات والتقارير العالميه ولكن انا عاوز اقول حاجه بالنسبه للبورصه المصريه البورصه المصريه اسعارها حضرتك لما بيجي يتم استحواذ على سهم او شركه في السوق المصري بيتم طلب القيمه العادله نفاجئ ان القيمه العادله للشركات المقيده في السوق المصري قيمتها بتبقى اعلى بكثير من القيمه السوقيه الموجود، اذا يبقى بين قوسين القيمه السوقيه لا تعبر عن القيمه العادله وبالتالي بنخضع لعمليه الايه؟ الطلب والعرض اللي بتحدث وهو ده اللي بيؤثر، اذا الشركات بتاعتنا شركات قويه جدا. طيب ايه اللي بيجعل في فارق ما بين القيمه العادله والقيمه السوقيه؟ الفارق بقى حضرتك ان عمليه السيوله وجذب السيوله، انا حضرتك في مثل بيقول لك حسن السوق ولا حسن البضاعه، آه. فعلا البضاعه قويه، فعلا البضاعه تعبر، فعلا اما انا اجي لكميه الاستحواذات اللي بتحدث في السوق المصري، احنا بلدنا قويه جدا، بلدنا قويه جدا بشركاتها وده فعلا بناء على كافة التقارير وكافة الاقتصاد فعلا احنا عارفين ان الشركات قوية ولكن السوق ما بيتحركش مع مع هذه الاخبار ما بيتحركش مع ويتفاعل معها وما بنجد ان في شركات بتستحوذ على السوق المصري او الشركات الخاصة بالسوق المصري بناء ان بيطلب فيها قيمة بيتم عمل قيمة عادلة وتلاقي ان الاسعار الاسهم الموجودة منخفضة تماما لقيمتها العادلة اذا يبقى احنا عاوزين ايه؟ عاوزين سيولة فندم عاوزين أدوات جاذبة للاستثمار الأجنبي، بالمناسبة دبي في سنة 2021 في شهر 6 بالضبط أصدر أصدرت قرار بفتح الاستثمارات الأجنبية بدون قيود بدون قيود، بدون أن يكون لها وكيل، يعني كان الأول الاستثمارات الأجنبية بتدخل البلد بيبقى لازم يبقى فيه وكيل موجود في دبي بيعتمد هذه الاستثمارات لغت هذه الاستثمارات بقت اصبحت الاستثمارات الاجنبيه في دبي طولت الاستثمارات يا فندم يبقى طولت الاستثمارات اجنبيه وربطت اسعارها وهي مرتبطه فعلا بالبورصات العالميه وبالتالي احنا عاوزين ايه عاوزين ادوات جذب السوق المصري بيحتاج كل فتره الى مجموعه من التنشيط وعشان كده انا بنعول على ذلك احنا ما عندناش ادوات تانية الا حاجه واحده الطروحات طيب كان في طروحات واحنا لسه ما زال امامنا عدد كبير من الطروحات المنتظره، ماذا قدمت الطروحات السابقه وما المنتظر من القادمه؟ طيب الطروحات السابقه انا انا بقى لي 26 سنه في هذا المجال. الطروحات السابقه لما بنرجع لسنه 2001 انا من 94 بنرجع مطاحن شرق والاسهم انا ما كنتش قوي بس كنا بنقول ان احنا بننزل الاسهم او الدوله كانت بتنزل الاسهم بناء على اسعار بتنزلها بسعر منخفض جدا فبيحصل جزب. نوع من انواع الجذب طبيعي والسيوله. بدأنا هذا التفكير يتغير في 2001 بالمناسبة تم طرح سيدي كرير واموك وكانت جاذبه للاستثمار بطريقه قويه جدا وجذبت رؤوس اموال قويه جدا لغايه ما دخلنا على المصريه للاتصالات وكانت الكارثه م. لان تم تقييم الاسعار اللي بتنزل في السوق المصري بسعر مغالى فيه، انا بقول ايه؟ بقول ان احنا ننزل اسعار تجذب الاستثمار مش لازم احنا ان احنا ننزل بسعر مغالي فيه وبعد على فكره بعد موضوع المصريه للاتصالات في كتير قوي تخرج من السوق المصري هم. بسبب هذه اللي هي كانت مغالاه واول ما نزلت في السوق بدات سعرها ينخفض وبدا الناس تخسر فبدا يبقى في عمليه عدم ثقه في السوق المصري تعالوا نشوف حضرتك في الاكتتابات التي حدثت في السنه الماضيه كان في كام اكتتاب حوالي اربع اكتتابات منهم زياده راس مال شركه وشركه نزلت الكتاب بتاعها وشركه طبعا الشركه القويه هي شركه ايه؟ اي فاينانس كانت م. من اقوى الشركات واصبحت القيمه السوقيه لشركه اي فاينانس كانت المصريه للاتصالات ب 5.1 من عشره مليار جنيه الاي فاينانس نزلت السوق المصري 5.84 مليار جنيه اذا تخطت المصريه للاتصالات و وكانت ليها رواج ونجحت بالمناسبه، وكان في اكتتاب قبلها كان اكتتاب من سنه كان في شهر 8، مم. كان اكتتاب فوري ونجح نجاح قوي لان نزل بسعر رخيص جدا 6 جنيه 46 على الرغم ان فوري اساسا كانت محققه نجاح غير مسبوق في السوق في عام واحد بالظبط يا فندم، مم. طبعا عشان ايه موضوع جائحه كورونا وكان من القطاعات المستهدفه اللي حققت رواج كبير وربحيه كبيره جدا في خلال الفتره السابقه يبان جائحه كورونا اي فاينانس نجحت ولكن ما جذبتش شريحة كبيرة جدا في السوق المصري. احنا عاوزين نجذب شريحة كبيرة جدا من السوق المصري عشان تدخل في البورصة المصرية. إذا يبقى احنا عندنا طيب عندنا كده طرح فوري وطرح اي فاينانس، إيه الفرق؟ لا الفرق زي ما أنا قلت لحضرتك الفرق في السعر. أنا لما هنزل بضاعة فوري كانت نازلة ب 6 جنيه 46 قرش كويس أنا نزلت اي فاينانس بسعر مغالى فيه ليه بقى التسعير ما هو ده بهذا الشكل الخاطئ وعلى فكره دي ازمه دائمه في عمليه الطروحات انا انا مش هقدر اجاوب عليها لان مش انا القائم بعمليه ولكن طبعاً. انا اللي اقدر اقول لحضرتك ان ده طبعا تفكير خاطئ لسبب تفكير خاطئ لسبب ان انا بنظر لي، لي، لي مش لقدام انا بنظر ان انا دلوقتي اسعر واطرح واكسب في وقته ولكن انا دلوقتي فوري مثلا حققت وفرات سعرية كبيرة جدا وجذبت رؤوس أموال كبيرة جدا بالمناسبة إحنا كان حدث وده إجابة السؤال بتاع حضرتك كان حدث جدل كبير جدا في خلال الفترة السابقة بين تطبيق ضريبة الدمغة وضريبة ضريبة الأرباح الرأسمالية حدث جدل لمدة 3-4 شهور عن تطبيق آه وخدست وقت كبير على الرغم أن كان الموضوع محلول من, من كافة الأطراف أن أنتم طبقوا ضريبة الدمغة اللي هتبقى فورية والمستثمر مش هيحس بيها خالص وهتبقى مستقطعة من الفطورة بخلاف ضريبه الارباح الراسماليه اللي بتنفر منها الاستثمارات سواء الاستثمارات المحليه والاجنبيه وبتدي عائد اقوى الحاجه الثانيه كنا بنقول عليها ان انتوا زودوا احجام التداول كبيره جدا في السوق الحلول بسيطه يا استاذه مجده ان احنا نزود احجام التداول ونخليها مش زي النهارده 800 800 مليون انا حزين على السوق المصري ان هو ينفذ ب 800 مليون، السوق المصري يعني رقم هزيل هزيل جدا، احنا من اقدم البورصات في العالم م. ومن افضل البورصات وافضل الشركات المقيدة في العالم، إذا السوق المصري اللي هو من اقدم السوق في العالم كله وكان بالمناسبة في الأربعينيات كان بيحتل المرتبة الرابعة والخامسة في الأسواق العالمية إذا هذا السوق وأقول بحجم تداوله 814 مليون النهاردة السعودية منفذة 7.7 من عشرة مليار ريال بورصة دبي منفذة 272 مليون درهم إذا هذه البورصات إحنا أقوى من هذه البورصات صدقيني البورصة المصرية قوية بشركاتها قوية بخبرائها قوية بمستثمرينها ولكن لابد أن إحنا نحافظ عليها نحافظ عليهم بإيه؟ نحافظ عليهم إن إحنا نعمل زي مثيل البورصات الأخرى. أولاً بورصة دبي جت في الفترة اللي فاتت خفضت تكلفة التداول ل 50%. اثنين لغت الحد الأدنى للتداولات لتشجيع الاستثمار في البورصة. ثالثاً إلغاء وتحفيز وجذب الاستثمارات في البورصة وزيادة أحجام تداولها ل 3.4 مليار. اذا البورصه المصريه عاوزه مجموعه من المحفزات عاوزه الانصار تتجه ليها ليه عشان هي احدى المؤشرات التنميه والنمو في في المؤشرات الاقتصاديه ده ثاني مؤشر من مؤشرات النمو هل ده صعب تحقيق مستحيل فهم مستحيل مستحيل عدم تطبيقه ولكن م. سهل جدا ان احنا نحقق هذه المعادلات البسيطة جدا ان احنا نبدأ نعمل رواج للسوق المصري وجذب استثمارات للسوق المصري بنتمنى ذلك استاذ أه... محمد الاسبوع الجاي تتوقع البورصة هيكون اداءها عامل ازاي مع مطلع الاسبوع في الحد والله انا شايف ان احجام التداول ضعيفة واعتقد ان احجام التداول لها مغزى سواء ايجابي او سلبي وخاصه لو خدنا الجانب الايجابي هنقول ان هو احجام التداول اذا ما فيش بيع في السوق المصري قوي جدا يعني لسه البياع لسه ما ضغطش على السوق المصري بقوة أنا شايف إن ممكن يبقى آخر الأسبوع اللي جاي ويبدأ من منتصف الأسبوع يبدأ يبقى فيه حركة إيجابية للسوق المصري أستاذ محمد عبد الهادي خبير أسواق المال أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده شرفتنا في استوديو النيل الله يخليك مشاهدينا بداية الأسبوع يوم الأحد إن شاء الله مع بداية التداول عودة جديدة لتحليل السوق المصري وأحوال البورصة المصرية وسوق المال شكرا لك Thank you.